السلام عليكم ورحمة الله متابعين صفحة، انتم مش حالكم، ياك لباس عليكم، ياك الامور طيبة كاملة، رمضان كريم وكل عام انتم بخير. هذه اول مرة اني جابر في اطار تغطية المحاكمة في رمضان، والسنة نرجع اليوم. كل حال كنتم متابعين معنا، يدعوا كاملين متابعين معنا الجلسات الماضية اللي رفعها قاضي محكمة الفساد بسبب انسحاب محامين الرئيس السابق، انسحبوا المرة الماضية، قالوا انهم ما هم راضيين عن تعامل المحكمة مع شمن الدفوع قدموه. استعرضنا فيديو، لو شفتوا في الفيديوهات الماضية استعرضنا بعض ذاك كامل المتعلق متعلق بالدفوع، متعلق بتعامل المحكمة معاها، ومتعلق ب الشد والجذب دائما بين محامين الرئيس السابق من جهة، وبين النيابة العامة، وبين قاضي المحكمة، وبين محامين الدولة، محامين الحكومة. ومن خلق ذاك الشد والجذب مشات المحكمة وارتفعت ورجعت نهار ثاني، وهم المحامين ما فاتوا رجعوا، قال القاضي للرئيس السابق انت وضعك القانوني ضاق قدامنا، هو على انك متهم، انسحبوا عنك المحامين، درك احنا عاطينك اليوم 6 بريد اللي هو اليوم، انك ما تقنع محامينك انهم يرجعوا للمحكمة، واما انك مثلا تقبض محامي. وعادة في المحاكمات الجنائية لا يقبض رجاج محامي، اللي ما يلا حد يحاكم بدون محامي، مثلا الجنايات قضية تمتينة. والقانون كما تعرفوا جريمة مقسمة لثلاث أنواع، خلق المخالفة البسيطة اللي تعرفوا اللي يعود رجاج مثلا متخطي إشارة المرور ولا معدل الرواية بسيطة ونقالها مخالفة، وخالق جنحة فوق ذاك، وخالق الجناية اللي هي الجنايات المراد الكبار، وعادة ملاهمة لا يعود معاها محامي نظرا لتعقيد القضايا الجنائية، إن ما يلا متهم يوقف فيها قدام القضاء ما معاه محامي، مثلا قضية تمتينة خصوصا هذا النوع منها اللي مبارك معها هذا، ويلا لا يعودهم محامي، ما تعود انت مثلا كمتهم مقتدر على انك تقبل محامي راسك، وبالتالي عندك الخيار، وهذا متوفر في حالة الرئيس السابق، واما تقبل لك الدولة محامي، تقبل لك انك تعود عاجز عنه والله ما بيتقبضه، حتى اذا اعتقع ما انك مقتنع به يفرض عليك كيف تعرفوا كيف قضايا الارهاب، لأن المتهمين في قضايا الإرهاب خطهم الأيديولوجي متشدد دمتين مثلا، رؤيتهم هم على أنهم ما يقبلوا ما معترفين بالمحامي، يا غير مع ذلك تقبضهم من المحكمة محامي، أنا حد عاجز عنه والله، حد ما تيسر له نظرا لأنه ما يدوره هو والله 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 ما بي ما ما بيقبلوا، بالتالي جات المحكمة تفرض أنك يعود عندك محامي. وعلى كل حال اليوم لا نشوفه، أنا بعد اللي سمعت من الأخبار الآن محامين الرئيس طارحوا بها طرائف أخبار رجوعهم، يا كان نرجعوا والله نواصلوا انسحابنا، خصوصا ما فات ترشف أخبار بعض ذاك كانوا محتاجين عليه، وقال لي حد إنه الآن طرحت فين فكرة إنه ما نرجعوا المحاكمة فر حد المحكمة ما عدت لنا ذاك اللي ندوره. وقال لي حد مولينا نطرح راي ان لا مدة تشوف انها على كل حال احتجت، انسحبت احتجاجا، نوع من الضغط على بعض مثلا الضغط المتبادل، يعدلوه المحامين وتعدلوا الناس كامله، على كل حال ننسحب ونرجع ونفرط شيء يا غير. على كل حال ما رايت قبالي كان مراجعين اليوم والله ما هم راجعين، نحاول نتوقع على القاع ان شاء الله ما لنا باطين، ونشوف ذاك شطره فيه اللي حاسم وجودهم حاسم، اللي القاضي المره الماضيه قال له اما تقنع محامين لكنهم يرجعوا والله تقبل محامين جدد، ذاك يلا يعود عند الرئيس السابق فيه باط اجابه، جاوا محامين معاه وعادوا راجعين، هذا واضح والله، ما اللي قبل محامي جديد ذاك واضح والله لا يتكلف للمحكمه محامي ذاك واضح. وعلى كل حال يوم بعد يدور يتقرر فيه ذاك، هذا من ناحيه راني بين قوسين نفتح على قضية ولي الشين اللي كنا متابعينها زاد هي مولي عن هي قد يعود لا يطرى فيها شيء الأسبوع ولا تقدم فيها شيء، بيلي يبدون تضحت بعض المعلومات في الملف، وهذا مثل دور نرجع له لنصيب بعض المعلومات المتعلقة بالملف، تحرك قضائيا باطي دور
يخلق منه شذ اسبوع. نرجع لموضوع المحكمه. على كل حال احنا ورك الاله يخلق هو ان لا هنا مثلا يدخلون تدخل الناس ينشاف الى عاد محامين الرئيس وهي الدفاع وجات الرئيس السابق جات معاه هذا راجعوه وعادوا له لعادوا اللي مازالوا محتجين يعني دور ذاك ينشاف الى ما تقبل المحكمه قرار في ذاك يجيب له محامي والله مولي يكلف هو محامي يجدد ويكون اللي اجراءات ثانيه. على كل حال الموضوع كيتشي مازال لا مطول. على كل حال اليوم عندنا قدر من الشرطه في الدشره ما لين قدونا نواصلوا ذيك المواصله الطويله مع المحاكمه غير ندور نحضر بدايتها انطلاقها اليوم نعطيكم اخبارها ندور نمشي شويه عندي شي من الهم لهي نعدلوا ونعاود الهم ولي نعودنا نعرف ذاك اللي طرى فيه ونلخصه ان شاء الله مساء باذن الله ان شاء الله تمت الحياه خالقه. راني مسلم عليكم كاملين ورمضان كريم هذه اول مره نجابروا فيها في المحكمه في رمضان ومتمني لكم التوفيق. وعلى كل حال انا عدلت جوله صباحيه الجوله العاديه نعدلوا صباحا لا نفس الاجراءات الامنيه مثلا مازالت موجوده ديك مداخل القصر كامله مغلقه والاجراءات اللي كانت قائمه سواء بالنسبه للاهالي اللي دوروا يدخلوا الناس اللي دوروا يدخلوا سواء بالنسبه للمهنيين اللي هم الصحافه والمحامين وغيرهم والامور طبيعيه في كابيتال. لا عاد تنحوز شويه عن البوليس به اللي ما يبقى حد يوقف قدام باب القصر وتلاقيه يتكلم في تليفون قال انهم يعني راك يتوخى فيه صوره حد منهم والله شيء انه ما يختاروا ذاك يختاروا لا احد يتم يحوز عنهم يمشي شهر وتا والله شيء والله بليده يتكلم في تليفون ينفو تشوفه منها ويطفيها وعود يرجع يدخل ذاك الوسائل ينحوز عنهم دائما. انا موجود هون برك قريب من قصر العداله ما يعيد مني بليده اللي اصلا يعود فيها مثلا تغطيتنا العاديه وعلى كل حال على كل حال ذاك الاله يطرى ان شاء الله. انا عايد مباشر رحبه ذاك الاله يطرى ان شاء الله ندور نطري عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله راني ندور نرجع لكم ان شاء الله يطرى الشيء.